إخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت. اليوم سأسحب من هذا الموقع وسأودع أيضا. قبل أن أبدأ الشرح أود منكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك للفيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. هذا الموقع رائع جدا لربح عملة الروبل. أقوم بالترجمة لمن يريد أن يودع فيه ويشتري سيارات ليربح. هذه هي أرباحي 0.05 في الساعة، لدي 5 إحالات. قمت بضغط على 1464 ضغطة على الإعلانات. الموقع دفع لي 145.85 روبل. للسحب نضغط هنا ناقص هذا، سأختار باير. إخوتي سأقوم أولا بجمع الأرباح، هي هكذا، ثم أقوم بالسحب. هذا الرقم السري، هنا القيمة، نضغط هنا ننظر. لو نذهب إلى الباية 24.34، نذهب إلى الهيستوري، ها هي، ونضغط هنا، ها هو الموقع. طريقة عمل الموقع سهلة جدا. هنا تضغط للإيداع، هنا للسحب. عندما تودع تأتي إلى هنا هكذا، تقوم بشراء سيارة. هذه قيمتها 10 روبل 25% في الشهر، تعطيك 0.0034 روبل في الساعة. تختار أي صورة أي سيارة تريدها بالقيمة التي أودعتها. هذه قيمة 50 روبل، هذه 1000 روبل، هذه 250 روبل، تعطيك 0.093 روبل في الساعة إلى آخره، 7500 روبل، 6000 روبل. لمضاعفة الأرباح تقوم بالضغط على الإعلانات هكذا، فهي الإعلانات. لديه بونس يومي هكذا، تضغط هنا، يذهب إلى الإيداع أو الشراء 0.48 روبل، يأتي إلى هنا، هنا للسحب، تضغط هنا، ها هو. لدينا قيمة 33 روبل، سأودع هذه القيمة مباشرة. سأغتنم الفرصة، ضغط هكذا، سأضع 32، الطائر يقتطع باب. طالب هكذا، تم الدفع بنجاح. ترجمة وضع هنا كذا، هي القيمة 38.12. سأذهب إلى مستودع السيارات،
سأشتري 3 سيارات من 110 روبل كذا. نعود هكذا. أصبحت لي 11 سيارة. عندما أصل هنا إلى 10 عبر الهدية اليومية سأشتري أخرى. إخوتي الموقع رائع، لمن لديه رصيد في روبل أودع في هذا الموقع واشتري سيارات واغتنموا هذا الموقع قبل فوات الأوان. سأترك لكم رابط الإحالة تحت الفيديو. هذا الموقع لديه هذه المهام، إذا أديتها تأخذ الروبل. رابط الإحالة ها هو. هذه بانرات، إذا أردت أن تضعها في موقعك هذا هو رابط الإحالة. هذا هو رابط الإحالة. إخوتي أتمنى يكون الشرح واضح، وأتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.